كيف يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل الحرب؟ سؤال يجيب عليه أهل غزة، ولعل هذه السيدة تلخص الكثير من المعاناة. طب خالص فيش مي نظيفة، فيش نوم نظيف، فيش أكل نظيف، فيش حياة نظيفة، حتى النوم اللي احنا بننامه في الليل البرد، بننام على البلاط على الأرض، أحيانا بنفرش حاجة رقيقة تحتينا وبنتغطى بحاجة رقيقة، إلا إنها على الفاضي على الفاضي، ما بتساوي شيء بالنسبة للوضع، يعني اليوم الحياة الكريمة اللي كنا عايشينها. لا ماء، لا كهرباء، لا طعام ولا دواء، والحصول على إحداها يتطلب الانتظار في طوابير لساعات وتحت القصف. أزمة أجبرت بعض النسوة إلى صناعة الخبز في الأزقة والأحياء وعلى أرصفة الطرقات، هذا إن توفر الطحين أصلاً. أما الحصول على الدواء أو العلاج فأصبح بصعوبة بالغة. ممرات المستشفيات يفترشها النازحون، والمشافي تئن مهددة بالقصف، وبعضها توقف عن العمل وانقطعت عنها الكهرباء مع نفاد المستلزمات. الأطبية التي نعاني منها حاليا من غرز، من إبر، من أدوية قد نحتاجها خلال عملية الولادة، للأسف الشديد نعاني بشكل كبير من هذه الأمور، هذه المستلزمات. المحال التجارية أصبحت فارغة تماما من المستلزمات الأساسية، فالحصول على المواد الأساسية فقط بات مستحيلا. فيش كميات حتى أوفر للناس، والناس وضعها صعب، فيش توفير بالمرة، كل ما بنجيب كمية مول فيش عنده باقي البضايع، مثل اللحمة، مثل الجبنة، مثل القطلي، مثل الشاي، مثل السكر، ضعيفة، وطول الحرب هيك الوضع حيكون صعب. ورغم نيران القصف والصواريخ، إلا أن قاتلاً من نوع آخر يهدد المواطنين هناك، مثل انتشار الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة. المية مالحة بتنشربش، يعني الله يكرمك، يعني انت لو حطيت الحمار في او بالايام العاديه انت نفسك يعني بمرش عليك تشربها للبهيمه، فما بالك انت الحين بتشربها غصب عنك وبتشربها لاولادك، وفيش دواء ان تعالجهم من الامراض اللي ناتجه عن الميه الملوثه هذه. بصير راسي يوجعني، بطني يوجعني، بكثير بيجين امراض من هذه الاشياء، وماما عيت وكل اخواتي عيوا من الميه الملوثه. أما السيارات وفي ظل انقطاع الوقود تماما عن القطاع، فلجأ بعض السائقين إلى تعبئة زيت الطهي في سياراتهم وخلطه مع الوقود لتدبير أمورهم الحياتية. هذا سير جاء، هذا هو، ها. يعني أنت ما فيش مثلا توفير بنزين لهم، توفير سولار لهم، فبالطار يخلط السولار مع البنزين مع السير عشان يمشي حاله برضه، والتان ولا وصله وبده يعيش زيه زي غيره، يعني الوضع يعني صعب. ليس هذا فحسب، بل برزت العربات التي تجرها الدواب كوسيلة متداولة لنقل الناس والجرحى. الوقود نفذ من البلد، والغاز، كل أنواع الغازيات نفذت من البلد يعني، فاضطرينا إنه نستعمل الكارة لأنها ما بتحتاج لوقود ولا شيء، لنقص الوقود الكبير اللي صار في البلد. شوارع القطاع تحولت إلى أكوام من القمامة التي نتج عنها روائح كريهة تهدد بكارثة صحية. ورغم كل أشكال المعاناة هذه، إلا أن الإصرار على البقاء يبقى أقوى من هذه المآسي. سينا في بيوتنا فوق الركام، ولن نتحرك من هذه البيوت ولو هدمت فوق رؤوسنا، ونشكر الله عز وجل على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا.